في ايه مالك يا ابني؟ ما تفهمني، هو انت ليه مكشر قوي؟ ماما، الديانة بيجري ورايا، الموضوع صعب. ايه يا راجل انت؟ بقى ده موضوع يخليك قلقان كده ومتضايق؟ ليه؟ هتدفع الفلوس اللي عليا؟ هيدفع اللي عليك ازاي؟ ده مفلس ما حلتوش حاجة. ما انا عارف. هو انت هتقولي لي؟ كل ما ببقى عاوز الراجل ده يقف جنبي في اي حاجة لازم يسيبني ويخلع. بقولك ايه يا ديفيد، مش انت تقريبا عندك حساب في البنك؟ هيلين، انت عارفة ان انا عندي ملايين ملايين في حسابي في البنك. يا عمي بطل تقول اي كلام. أيوة. بقى بس مراتي وقفت كل حساباتي اللي في البنوك. بس ليا حساب في بنك لسه ما توقفش، شغال شغال. ومعاك فيه كام؟ 100 روبية. خدها 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 خدها. عمي انا عندي طلب سهل قوي. اتفضل خد الميتروبية دي و... بلاش كده، انت بتقل ادبك. لا انت ما سمعتنيش، واطلع من دماغي. ايه؟ قلت اطلع من دماغي. اطلع. بص بص، الراجل ده استلف مني فلوس ومش عاوز يرجعها، وواخد راحته وقاعد على الكنبة هنا. اهدى اهدى شوية. ايه؟ وبعدين انت هتكبر امتى بقى؟ ده انت كل يوم بيبلغوا عنك. بقولك اسمعني كويس، يا اما تدفع للاستاذ الفلوس بتاعته كلها دلوقتي، او هتيجي معايا على اسم الشويطه. يلا يلا ويايا. انا مش معايا فلوس ومش هقدر ادفع له حاجه. لو مش معاك ترجعهم استلفت ليه؟ ما كنتش عارف اني مش هرجعهم. بس دلوقتي انت عارف، هاتهم. مش هقدر ارجعهم. ليه مش هتقدر؟ مش معايا فلوس ارجعهم. انت راجل ما عندكش اخ. لا ثانية واحدة، بلاش موضوع الأخلاق ده كل شوية. أنا موجود هنا دلوقتي، يبقى خليني أنا أتكلم معاه. إما أنا هنا بعمل إيه يعني؟ ممكن تسكت شوية بقى؟ إيه عمل حاجة؟ أنت عندك 9 عيال، ما بتقولش حاجة. إيه ما تجيبش سيت ولادي، أنا بحظيك. بعمل شغلي وأضحيك في حدود القانون ومش بتعدى عليه. وفي ناس كبار في السن هنا. إيه في إيه؟ كبار السن مين؟ اللي تقصد مين؟ ما عندكش نظر وما بتفهمش حاجة. آسف آسف، تحبي أقولك إيه يعني مثلاً؟ أقولك يا أختي في بوتي الصغيرة؟ بدأت تفهم. شفت.